السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. تم اليوم الكشف عن صور تجسسية لهونداي أزيرا موديل 2024، الجيل والشكل الجديد كليا. وكما تلاحظون التصميم مأخوذ من تصميم هونداي أزيرا الجيل الأول. هذه الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية تحت مسمى جرانديور في كوريا، مقابض الأبواب مخفية. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.